السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على واحد الموضوع اللي في الحقيقة هو مهم بزاف على حساب فصل الصيف والماء. الماء مين كنعطيوه للقنينات هكا واحد الاناء ولا واحد الطاسة، ولا كنقدموا لهم في الشرابات هكا. هادو كاين الناس اللي ما عندهمش هاد الشرابات ولكن باغيين يربيو القناين، وفي فصل الصيف كتلاحظوا معايا انكم كتبقاو تقدموا الماء وكتلقاه كمل، وانتم ما كتردوش بالكم باللي راه كمل، ويقدروا الارانب ديالكم يضروا. اذا غادي ندير لكم واحد الطريقه اللي في الحقيقه هي سهله، ما فيها شي عناء. كتعمروا الاناء ديالكم بالماء عادي، وباش لهذاك الماء يطول بزاف، يعني يدير واحد نقولو يومين 3 ايام بلا ما تبدلوه. كاينه واحد الطريقه اللي سهله اللي هي هكا، انتما كتشوفوا معايا طريقه سهله وبسيطه، وفيها تقريبا نقولو واحد هاد القرعه عاديه كتكون فيها 2 لتر ولا لتر ونصف. طريقه وهي كالتالي سهله، هذه البوشونه هانتوما كتحل وكتسد هكا، انتوما غادي تسدوها هكا وتحلوها 2 دورات، 2 دورات بالضبط هكا. كتجيبوا القرعه وتقلبوها على هذا الشكل. اذا درتوها هذه الطريقه بحال هكا، لاحظوا انها غير قيسيل، ثم كتحطوها في وسط الماء. هانتوما الا حليتوها هكا غتبقى تسيل القرعه، ولكن الا حطيتوها في وسط الماء هكا وتكونسيها بواحد الطريقه كما كان، اما تبقى معلقه هكا تربطوها بواحد خيط وتبقى معلقه، او كما عندي انايا هنايا الكاج هانتوما جا قد العبار هكا. لاحظوا ان المستوى ديال الماء ها هو دابا، راه الى جات القنيه وجات لهنايا وبقات كتشرب من هذا الماء، غادي غير تشرب منه هاد القرعه، غادي تبقى تعطي الماء مباشره. لاحظوا انها راه عامره، فيها هذه 2 لتر او يمكن لتر ونصف. المهم لتر ونصف راه كافي باش 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 ضرب واحد تقريبا واحد 3 ايام بلا ما بدون عناء، بلا ما تبقاو نتوما تمشيو وتعمروا طاسه ديال الماء. اذا هذه الطريقه الحقيقه بسيطه، وانا جربتها. هذا المستوى ديال الماء ها هو كيبقى يهود 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 فيما تشرب القنية، تشرب من هذاك الماء الاخر المستوى ديال الماء اللي كاين في هذه القرعة كيبقى يقل 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 حتى كيكمل. ولكن في العوض ما ديرو غير طاسة ديال الماء وتشربها القنية وتبقى، يعني تقدر نتوما تكونوا نسيتوا، لان الصيف راه كتبقى تشرب القنية بزاف ديال الماء، كتشرب الماء تقريبا في الصباح هاد الطاسه هادي. راك انا عندي هنايا حيت كاينه الحراره بزاف كتشربها تقريبا في الصباح وكتشربها في العشيه. اما بهاد الطريقه هادي كان تقريبا يومين ولا 3 ايام ما كنسولش فيها، لان كل ما هي كتشرب المستوى ديال الماء اللي كاين في القرعه كيهود يهود 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 حتى كتكمل. طريقه سهله، ما عليكم الا هاد القرعه ديبوشيوها واحد شويه، يعني الغلاقه تفتحوها واحد شويه واحد 2 دورات، وكتقلبوا القرعه كما بهذه الطريقه هذه وتحطوها عليها، وكونوا متاكدين راه الماء ما غاديش يسيل حتى تكون هي تشرب الماء. القنيه ديالكم تشرب الماء عاد المستوى ديال الماء كيبقى يهود. اذا الى عجبكم هذا الفيديو شاركوا معنا في القناه ودعمونا، وكنبشركم بان القناه ديالي راه بدات كتعرف، وهذا الشيء بفضل التعليقات ديالكم الطيبه. كنشكر كل من ساهم معايا في هذه القناه، وانايا كنرحب بجميع التعليقات وبجميع المعلومات، واخا تكون معلومات يعني انا نعطيها او معلومات يفيدوني بها الاعضاء اللي مشاركين معايا، كنشكرهم بزاف. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.